Bienvenue aux élèves de l'école d'art et maerif. Dans un nouvel leçon de la langue française, notre leçon aujourd'hui est ma famille. اهلا وسهلا بكل طلاب وطالبات مدرسة دار المعارف في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية. درس النهاردة بعنوان ما فامي، عائلتي. تعالوا كده نشوف مع بعض اللي ممبر دو لا فامي، اعضاء العائلة او افراد العائلة. طبعا شايفين اول ايموج معانا اللي هو صورة جده. طيب هو اسمه ايه ان فرنسي؟ لو جروند بير. لو جروند بير الجد. لو جروند بير. طب لو انا عايز اقول جدي، جدي انا مو جروند بير، يبقى لو جروند بير الجد، ان احنا بنقول الجد. مو جروند بير جدي، صفة الملكية مو جروند بير جدي. تعالوا نشوف كده مع بعض. طبعا دي عارفينها، الجدة اسمها ايه؟ La grande mère. La grande mère. طب عايزة اقول جدتي، ma grande mère، يبقى الجدة la grande mère. طب جدتي ما جروند مير. لو بير. لو بير الأب. لو بير. مون بير أبي، والدي. لو بير الأب. مون بير والدي. لا مير. لا مير الأم. لا مير. طب عايز أقول أمي، ما مير. ما مير. لا مير الأم، ما مير أمي. لوفري. لوفرير الأخ. لوفرير. لو فرير. مو فرير. مو فرير أخويا. مو فرير. لو فرير الأخ. مو فرير أخويا أو أخي. لا سور. لا سور. لا سور الأخت. لا سور. طيب عايز أقول أختي، ما سور. ما سور. لا سور. ما سور. طيب لو انا عايز اتكلم عن حد انا بحبه في العيلة بتاعتي، او اقول انا بحب عائلتي، بقول ايه؟ جيم ما فامي. جيم ما فامي انا احب عائلتي. جيم ما فامي. طيب عايز اقول انا بحب امي، جام ما مير. جام ما مير انا احب امي. جام ما فامي. جام ما فامي انا احب عائلتي. جام ما مير. جام ما مير انا احب امي. طيب لو انا عايز اتكلم عن بابا فبقول مثلا جام مون بير. جام مون بير انا بحب بابايا، بحب والدي. جام ما فامي. جام ما فامي انا احب عائلتي. جام ما فامي. جام مون بير. ميرسي بوكو اي بيانفينو.